للعام الرابع على التوالي بصمود وغضب لن يهدئان يواصل أهالي قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله تحديهم ومقاومتهم بوجه الاحتلال واستيطانه على الأرض. المسيرة حاولت الوصول إلى الأراضي المصادرة لصالح ما تسمى بمستوطنة حلميش وزراعة تلك الأراضي بأشجار الزيتون ليكون العدوان والاعتداء حاضراً. رغم كل ما يقوم به الاحتلال من قمع ومعاناة وجبروت عنفي تجاه الشعب الفلسطيني، فإن قدر الشعب الفلسطيني وواجبه ورسالته لقضيته هو الاستمرار بالمقاومة، لأنها هي الخيار والأوحد للخلاص من الاحتلال. ما زالت مسيرتنا مستمرة كل جمعة بغض النظر على اعتداءات الصهاين علينا والمستوطنين، ومع هيك مسيرتنا مستمرة. اليوم بالنسبة لنا بننزل على أساس الأقصى والنكبة والأسرة، يعني إحنا دائما في عنوان لنا ومع هيك عناويننا كثيرة. المشاركون وبعد أن عادوا إلى قريتهم لحقت بهم قوات الاحتلال وآلياته العسكرية وطاردت المواطنين في شوارع القرية وأزقتها تحت إطلاق وبل من الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط. اليوم نقول لكل العالم أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بالحرية لشعبنا وأطفالنا وأقصانا وكل حقوقنا المشروعة كشعب فلسطيني. الشقيقان تميم أحمد تميمي 19 عاما ومؤمن تميمي 17 عاما اعتقلتهم قوات الاحتلال أثناء تواجدهم في إحدى المحال التجارية كما اعتدت عليهم بالضرب قبل اقتيادهم إلى ما تسمى بمستوطنة حلميش. الشبان وإزاء اقتحام قريتهم تصدوا لقوات الاحتلال وآلياته العسكرية التي أغرقت المكان بالمياه الكيميائية الملوثة، فحتى هذا الشاب لم يعد يكترث بتلك المياه الكريهة، وبما أمكن من محاولات نجح أخيرا في طرد الغرباء من قريته. 65 عاما على النكبة و46 عاما على النكسة، وما زال التمسك بالأرض حق لن يسقط بالتقادم، واحتلال لم يدرك أن الأرض لها أجيالها. من أراضي قرية النبي صالح، علي ضرعلي، تلفزيون فلسطين.